يا هلا، زاد فضلك ويجزاك خير يا ابو ثامر ويجزاك خير المتابعين. هذه ناقه مبطيه وانا متولع انبل بالمبطيه، عندي البل قبل ادخل السوق، وانا اجي للسوق الحراج هذا حراج بريده القديم، وانا اشريك الناقه وانا اجيبه للمراح، والناقه يجيك العجاج وينكسر الشبك وتضيع هي وانت. ادوره عقب يمكن 10 ايام مدري 15 يوم ويجيني كالرجال. قال يا متعب الناقه شو تدور؟ قلت ادور ناقه واضحه لي هي وبنتها. قال البنت عندي بس انا ميته. والله يا ابو ثامر وانا زعلت وحزنت عليها، الناقه غاليه عندي حبيبه هي. واروح قلت اعوذ الله واجيب بنتها واوديها السوق وتسام ب 2800 وارجعها. قلت ماني بايع بنتها والله، واخليها قلت عندي واخليها واقوم ارضعها من حلبنا بالطاسه من البل وتشرب وتكبر بنته. ما بعتها الا مع بارين الى خيرتها بنت الناقه. والله ابو ثامر تولعت بلبل، تولعت اخذت سنين بلبل، صبرت والبل تبي صبر، ولا بد ما الدنيا هذه مفارقه اليوم ولا بكره، بس الصبر زين وكسب السمعه زينه، بعد تكسب سمعتك الانسان بلبل. البل طلعت ناس ما طلع احد، ما كلها الناس هذه معنى ما طلعتها بغير البل، مثل المزاينات هذه مثل كلها ما طلعتها الا البل. البل شم خنيب حبيبه اللي ما عنده باع عزتي له حياته ولا شيء. البل حبيبه يقول ثامر الثامر يقول لولا الخروف امها والهلاله لرجه وتمشى وسج من والبال داله تبرد هواجيسي وقلبي يرشى لشك من ارضى لهن بالرزاله قلبي لهن دايم سخيف وهشة من قله الوالي وقله العماله قمنا نمشي شي ما ينتمشى يا من خبر لي راعي ينعى ناله خبير بشون البل وزين المعشى يكسبنا خير ويكسب جماله قبل الصبر لا ينتهي ويتفشى. انا اشجع ثامر الثامر الله يخليه لعياله ويلبس ثوب العافيه. يعطيك العافيه. شلونك؟ طيب. هلا يا عمي، اقول لك انت من طلعت من الدنيا وانت هي طلعت من الدنيا وانت مع هلبل. وانا مع هلبل ما فرقت الليله هذه تولي هنا. عمرك 70 سنه ما شاء الله. عمري ما ادوش عمري. الله يطول بعمرك. لا هاد عمري مع هلبل ابد، كل حياتي وانا مع هلبل. ايه. كل حياتي وانا مع هلبل. تسوق السيارة ولا؟ لا ماشي. ما تسوق السيارة؟ ماشي بالسيارة. اي حسبك تروح. يعني كل مشيك هالسنين هذا كله رجلي. كل سنين وانا امشي مع البن. ما شاء الله ما شاء الله يطول بعمرك. أيوه. كم تقضي كم تقطع كيلو باليوم يمكن؟ والله ما ادري وش الكيلو اقطع. يا جول السبعين سنة ما ادري 70 من عمره ما شاء الله تبارك الله. هو ما يعرف لا تواريخ طبعا ولا سيارات ولا جوالات ولا يعرف. اي بهالديار اللي جيته انت؟ الديار جيته لما الحرس هنا لما الاردن هنا. حول الاردن رحت هناك؟ لما الاردن رحت قيضنا من الاردن. ايه. رحت على السياره؟ ما احنا على السياره مع البن امشي ماشي البن. ماشي لا اله الا الله الله يطول. على الرحول مع البن كله مشي ورحت كله مشي شمال وجنوب شمال وجنوب لا اله الا الله. لا وجهت البن احنا معه يا سبحان الله هالعشق. الحين الجوال تعرف له يا عمي ولا؟ لا والله ما عرفنا الجوال ابد. الجوال والسياره لو اعطيناك الجوال الحين؟ لا والله ما عرفنا ابدا ابد ابد. ولا استخدمته؟ لا استخدمته يلا. والسياره؟ هو السياره بحياتك كلها؟ حياتي كلها يلا الى الحين ابد. تروح تقطع هالصحاري؟ شوفوا يا جماعه يروح 25 كيلو هالصحاري مع ها ويرجع يوميا. تخيلوا طوال 70 سنه من عمره، يعني هذه ترى مع ابوه كان ومع جده، يعني هالممشى هذا لا اله الا الله على هذا العشق. أيه. لهذا الموروث. هذا الموروث